ممكن البس ده ازاي؟ انا بس عايزه اعرفكم ده عباره عن ايه. ده بلوفر انا كنت شارياه من الوكاله، كان 35 جنيه، من 7 سنين. بقالي مثلا من 7 سنين ملبسوش غير مرتين، وكل ما افكر ان انا اتنازل عنه واديه لاي حد احس ان هو غالي عليا ومش عايزه اطلعه من الدولاب. عشان كده انا عملت الفيديو النهارده علشان اشوف ممكن البسه ازاي. انا عندي اختيارين من الدولاب، عندي اعتقد من وجهة نظري ان دول هيليقوا على البلوفر ده وهيجددوا من شكله ويخلوني انزل بيه. طيب ده اول اختيار معايا، لبست الشيرت بتاع تيتا علشان البلوفر يا دوبك داخل فيا، ولبست البنطلون البني ده، وطبعا البنطلون قصير فلبست عليه شراب بيج، ولبست البنطلون ولبست الطرحه دي. ده الاقتراح التاني. اول حاجه خدت بالكم منها ان انا قلعت الطرحه عشان الطرحه التانيه انا زهقت منها في 5 دقايق. لبست الجاكيت الوهم ده، طبعا بقول عليه وهم عشان انا كنت مخيطه بايدي، كنت واخده كورس خياطه. ولبست البنطلون جينز عادي خالص، ولبست نفس الشراب، بس لبست بقى ايه الجزمه البني. مش هلحق البسه ولا ايه؟ مش هلحق البسه ولا حاسه ان ده اريح. برضو هلبس شرطيه لما احس بالسقعه جامد. وانا اعتقد ان البروفر اختفى اساسا. امسكه كده، امسكه كده لما ايه نحطه في الشنطه، لما اسقع قوي بلبسه.